اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. الاستاذ عبد الله القحطاني الحكم المعروف والكابتن نايف العنزي المحلل الرياضي المعروف مضيف حلقه الليله. راح نبدا الجزء هذا اللي في بعض الامور الفنيه اللي التقطها الكابتن نايف العنزي ويحب يشركنا كمشاهدين ومستمعين فيها. نستعرض يا شباب اللقطات اذا تسمحوا لنا، نشوف اللقطه رقم واحد اللي اختارها الكابتن نايف العنزي ويقولنا ايش الجماليه اللي شايفها في هاللقطه. طبعا بسم الله، يمكن الجماليه في اللقطات اللي هي بالنسبه لاسلوب الضغط اللي استخدمه نادي الهلال، سرعه الضغط الجماعيه في الضغط، سرعه التحول، يمكن من الاشياء اللي تساعد كومبواريه بانها المباراه الاولى، يا ليت يعيدون الاهلي المباراه الاولى امام الاتفاق هي امتداد لمباراه النصر، يعني تشكيلته وضع عبد العزيز دوس وضع بيونغ سو بالنسبه للتشكيله يعني ما اتت من فراغ. لاحظ هنا يمكن ثلاثه ضد ثلاثه وتحولت الكره نفس الشيء ونفس السرعه، تتغير بالاتجاه، سرعه الضغط من ياسر الشهراني، سرعه الضغط من الزوري، سرعة استعادة الكرة. ما في لاعب نصراوي مرتاح. ما في لاعب نصراوي مرتاح، وما في لاعب أيضا هلالي. الجماعية دائما تأتي أو الضغط يأتي بشكل جماعي. طبعا هذه الدقيقة يمكن حوالي 8 أو 9 من الشوط الأول، حتشاهد بالدقيقة 93 نفس الأسلوب، وهذا دلالة على يعني التركيز العالي اللي كان عليه لاعبين نادي الهلال. ممكن. يمكن هذه في بداية المباراة باللقطة اللي بعدها. وهذا السبب ان انت يعني او هذه اللقطه اللي انت تشوفها تعطي انطباع كامل الى خطه كومباريه واسلوب لعبه بالنسبه واختياره العناصر بالنسبه لعبد العزيز الدوسري وبالنسبه لياسر الشهراني. طبعا اسلوب الضغط استاذ تركي هذا يعني احدث الاساليب المتبعه في كره القدم، وهي يعني اللي تعطي فوارق فنيه بالنسبه لامكانيات اللاعبين. هنا طبعا يا ليت يرجع المخرج، يرجع 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 طيب حيرجع، يا ليت يرجع تكلم وهو حيرجع. طبعا هنا الكره لرميه اوت للنصر، شوف الضغط هنا عادل هرماش، هنا ياسر، 2 على 1 أو 4 على 1 اصلا قبل ما توصل الكره للاعب عنده 2 بالضبط. لا سرعه الضغط، يا ليت يرجع، يا ليت يرجع، شوف حترجع كل شوي من رميه التماس. هنا يبدا الضغط وسرعه الدخول، هنا شوف 2 على 1 لا يستطيع اللاعب التحرك او التنفيذ هنا قطع حتى التفكير او حتى التفكير. شوف حتى الزوري وراء سرعة التحول أيضا برضو فيها نواحي إيجابية. طيب هذه اللقطة رقم 2. اللقطة رقم 3 اللي اختارها الكابتن نايف العنز، نشوفها يا شباب لو سمحتوا. طبعا قائد الأوكسترا مثل ما يقولون في هالضغط، يعني أنا في رأيي الشخصي قد يكون عادل هرماش. هنا يمكن الكرة من الطرف الأيسر بالنسبة للنصر تحولت، شوف سرعة الدخول من عادل هرماش، هنا 3 على 1 يعني سرعة الضغط وسرعة التحول. لقطة حلوة هذه جدا، يعني الضغط بالنسبة للهلال يمكن عادل هرماش قائد بالنسبة يعني ما في أي لاعب معه، لا يمكن يعطونك الحلول، فهذه يعني تدل على لياقة عالية، تدل على تركيز عالي، لأن أصعب شيء يا تركي في كرة القدم هو التايمنج أو التوقيت، أن الفريق العشر لاعبين يفكرون بجزء من الثانية. إذا أردت أن تحكم على قوة أي فريق احكم عليه حينما يخسر الكرة. هنا الكرة من الطرف الشمال تحولت، سرعة التحول وسرعة الانقضاض وسرعة شوف 3 على 1 اللي بعدها. نشوف اللقطة اللي بعدها يا شباب لو سمحتم. مثلا الآن تتكلم في موضوع إنه الضغط على حامل الكرة. يا سلام، يمكن هذه اللقطة اللي جت فيها الهدف، يا ليت تعيدون، هي كرة من مدافع النصر. اللعبة إلى منتصف الملعب، 2 على 1 الآن يمكن هذه اللقطة يمكن عبد العزيز الدوسري واللي أنا بتكلم، الثلاث أهداف اللي أتت للهلال هي بوجود عبد الله الدوسري، بوجود ياسر الشهراني خلف محاور عبد العزيز الدوسري، عبد العزيز الدوسري خلف محاور نادي النصر. هنا الضغط العالي واستعاده الكره من منتصف الملعب، لا يعطون اللاعب، هذه من انقطعت من عبد العزيز، استلام عبد العزيز الدوسري، ان كان تعليق على الاستلام بس يعني موضوع ثاني على استلام اللاعب، وهذه جزء من الثقافه او المهاره في الثقافه. انا لاني مهددني تركي على اساس يكون لقاء برنامج سريع. طبعا انا يعجبني بالنسبه حتى محمد القرني في الدخول في الالتحام في سرعه التحول من الحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه، يمكن هذه في بدايه المباراه. يعني انت اللي قاعد تقول اليوم او اللقطات اللي انت تستعرضها اي تحاول تجاوب انه ليش الهلال كسب المباراه وليش الهلال قدم اعلى مستوى له، لان او يعني المدرب اوجد عناصر تساعد فكره استبعاده لياسر القحطاني وايجاد اللاعب الكوري، لان اول من يبدا الضغط هم راسين الحربه.
أول من يبدأ الضغط بالنسبة للوسط الهلال هم رباعي خط الوسط وبشكل جماعي تتحول الكرة وكانوا في مستوى عالي إلى الدقيقة 93. أنا راح أجيب لك لقطة في الدقيقة 93 بنفس هذا الأسلوب بنفس اللي كان في الدقيقة 7 بنفس اللي كان. خلينا نشوف اللقطة اللي بعدها يا شباب لو سمحت. طبعا هذا الهدف هذا ويسلي شوف وين راجع بالنسبة للاستلام. إذا قلت وقف يا ليت يوقف هنا. شوف ياسر الشهراني وتحركه خلف محاور النصر. هذا الإيقاع وهذا الأسلوب هو من أبدع فيه ميسي هو من أبدع فيه مع فارق يعني طيب. هو من أبدع فيه إجزافي هو من أبدع فيه يعني لعيبة كبار. الاستغلال الأمثل هنا التحرك خلف المدافعين الثلاث أهداف يا تركي بنفس الأسلوب. طيب خلينا أسأل الحين لوبيز وصل شو يسوي هنا؟ كانت هجمة مرتدة. لا بس يعني هالتحرك الغريب للاعب مهاجم ويرجع للدفاع الوسط. لاحظ ان التمرير حتى من عبد العزيز الدوسري من خلف محاور نادي النصر. شوف هنا عبد العزيز هذا الهدف الاول. شوف التمريره وجود ياسر حتى في كل الاهداف. وجود ياسر وجود عبد العزيز الدوسري خلف المهاجم. واضح فيه ادوار. يا ليت يعيدون هنا. شوف هنا ياسر الشهراني بصراحه يمكن ابدع في هالمباراه. دخوله هنا التحرك وقف. يا ليت يوقف هنا. دخوله في العمق يعطي مجال للظهير الايمن بالتحرك. يتوه اللاعب الظهير بانه يفقد تركيزه. ياتي اللاعب بدون مراقبه يعني لا المدافعين ماخذين ياسر ولا المحاور ماخذين طيب لاعب الوسط. هنا الاستلام من ياسر او من زوري التحول او من محمد القرني لمسه دخول عبد العزيز الدوسري بنفس الاسلوب في العمق. التمرير البيني هذا الهدف الاول اتى بنفس الاسلوب. الهدف الثاني بنفس الاسلوب. الهدف الثالث بنفس الاسلوب. طيب نشوف اللقطه اللي بعدها يا شباب. اللقطه اللي بعدها نشوف اللقطه اللي طبعا هذا هدف النصر. طبعا اللي انا بتكلم عليه يمكن الكل بس يا ليت يوقف المخرج. طبعا الكل راح لغلطه محمد نامي وهي بلا شك تصرف ما كان يعني يفترض. ايضا دخول الشهلاوي بشكل رائع استلام يوفي ونزوله. الخطا الاول بالنسبه لاستلام يوفي هو ماجد المرشدي لان اللاعب هذا كان هو لاعبه كان يفترض وهذه ليست لماجد او هذه للمدافعين اجمالا. راس الحربه حينما يتحرك في العمق يجب ان يجلب. طبعا دخول هنا الشهلاوي بشكل رائع جدا. شوف التمرير نزول يوفي بالاستلام هنا لو كمل معاه كان يكون ظهر المهاجم للمرمى فما يصير عنده مجال للدوران. دخول ياسر بشكل كبير هنا محمد نامي لو طلع خطوه واحده اعطى اوفسايد. اوكي لنفرض انك ما اتخذت القرار السليم في الطلوع يجب عليك ان تكمل مع المهاجم يكون فيه يعني قتاليه وفيه عنفوان ما يعني يترك اللاعب على راحه. بالضبط هو لا كمل ولا وقف يعني فيها لا تسلل ولا منع اللاعب ولا المفروض باقصى ما يمكن بالدخول طيب. والالتحام ومنع اللاعب من التسليم. اللقطه اللي بعدها يا شباب نشوف اللقطه اللي بعدها عشان قبل ما نروح للفاصل. كم باقي وقت يا شباب الفاصل؟ طيب طبعا لحظه خلي وقف يا شباب وقفوا اليوم توقيفات. طبعا تكلمنا عن اللعب خلف المحاور بالنسبه لنادي النصر اللي هو ياسر الشهراني. هنا رميه اوت هذا الهدف الهلال الثاني. استلام من وسط الملعب بالنسبه لياسر ياسر الشهراني يتكمل. كملوا يا شباب لو سمحتم. هنا دخول ما قدر انقطعت استعادها مره ثانيه وقف. هنا اخطر كره على الفريق هي استعادة الكرة من منتصف ملعب الخصم. يعني الكرة لما تكون مع مدافع النصر أظن محمد عيد أسهل شيء كان يسويه الفريق الهلالي في مباراة النصر أنه يستعيد الكرة من اللاعب النصر. بالضبط وكان يفترض من مدافع النصر تطليع الكرة يعني في منطق بعدها أي هنا سرعة برضو تحسب لياسر الشهراني وهذه حيوية الشباب. وقف بس هنا كان في وسط الملعب بعد اللعب على الطرف راح وعمل الاوفر لاب اللي هو الزياده. طب قل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الزياده من الخلف إيه؟ ايضا الاوفر بشكل مثالي. ارتقاء وسلي يمكن بالقدمين تعطيه قوه في الاعلى في الجنب يمكن هذا من الاشياء اللي يعني هذا ياسر الشهراني وبعدين راح للجناح واستعاد ولعب وجاء من خلف او اوفر لاب من خلف اللاعب الكوري وعمل الاوفر بشكل رائع جدا. طبعا الاوفر يعني يساعد اللاعب في الاستلام. هنا نفس الهدف او قصه الهدف الثاني اللي هي استلام من الخلف. طيب خلينا نشوف اللقطه اللي بعدها يا شباب لو سمحتم. اللقطه اللي بعدها هذه يا كابتن. طبعا هذه ضغط من نادي النصر وسرعه التحول. شوف انقطعت الكره من لاعب النصر. شوف كيف الهلال يستعيدها بسرعه. شوف 1 2 3 4 5 6
6 على 2 يعني ما في مجال الى انك حتى تفكر في انك تتصرف. والله حلوه هاللقطه. عيدوها يا شباب لو سمحتوا. طبعا من منتصف الملعب توضح فعلا الحاله، سرعه الارتداد وسرعه التحول. خسر الكره، شوف جري اللاعبين باسرع ما يمكن. شوف عادل هرماش، انا بالنسبه يعني عادل هرماش في هالمباراه بصراحه كان يحتاج الى لاعبين يعني ينفذون او الفكر اللي هو ممكن يكون عنده. محمد القرني ادى ادوار بشكل رائع جدا، وجود ياسر وعبد العزيز يعني ساعدوهم في السرعه، دائما حيويه هنا الشباب. هنا اللي صار في المباراه لاعبين ولا مدرب؟ لا مدرب ولاعبين. احيانا فكر المدرب لا ينفذه اللاعبين، هو استبعد محمد الشلهوب لهذه الاسباب، ما عنده السرعه. انا اقصد في النصر مشكله لاعبين ولا مدرب كانت؟ تدخل فيها الاثنين، لكن التكتيك بالنسبه كم المدرب؟ طبعا هي تركيا بالنسبه يمكن تصل الى 50% 50% اذا ما رضي. طيب خلينا نشوف اللقطه هذه شباب، في وقت ولا خلاص؟ خلينا نشوف اللقطه هذه. طبعا هنا شوف، وقف 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 وقف، يا ليت يرجع يا ليت يرجع حترجع يا كابتن يا ليت يرجع. هنا في كل موقف 2 على 1، في كل جزء من الملعب 2 على 1 2 على 1، هنا 2 على 1 ومشت، وبرضه 2 على 1 او 4 على 2. يعني هذه يمكن في الدقائق الاخيره من المباراه. هنا يمكن لاعب من النصر، شوف 2 اللي عليه من الهلال، وشوف سرعه الرجوع بالنسبه لوسط الهلال. كمل هنا، انتقلت الكرة برضه زيادة عددية، شوف السرعة ما شاء الله اللي هي رجوع لاعبي النصر الهلال. هنا برضه 2 على 1، هنا برضه واستخدم فاول تكتيكي واعطى المجال، وبرضه 4 على 1. يعني ما يعطون لاعبين النصر او اللاعب. هذا كان في اي دقيقة من المباراة؟ هذا اعتقد الدقيقة يمكن 78 او 73. طيب في اخر لقطة يا شباب النصر ولا خلاص خلصت؟ لابد نجيب 93. جيبوا لنا اللقطة في الدقيقة 93. خلينا نشوف هذه اللقطة كابتن. طبعا هذه هجمة للنصر، شوف عادل هرماش سرعة الضغط، هنا 3 على 2، شوف سرعة التحول.